مساء الخير على صناد للمجال، مش فير تراك مخري ويا ميكز انت شمال. اما الشنفة ابو طويلة مضحك جدا الحقيقة، شكله عامل هد جديدة وصوحته يشوط فينا. هتكبك اكيد، لا عشان دي حاجة بتحبها، هتخرجها بره تراك ما انتش قدها. قال لي لما ابي يوقف يا رب يكون انتهى، في عينك الغيره شفتها بس عمري ما فهمتها. هو ازاي من بره مايونيز وجوه معبي غل؟ ازاي بتنافق فيس تو فيس وانت مستغل؟ ازاي مش جاي باتل وانت عامل هيب هوب هيت؟ ازاي قلت لي مفرش مالوش قيمه ومش مهم، اطلع الشباب على المسرح زي حيلهم بينهم؟ شركه كلمتني لاغنيه فيلم قلت لهم هاجي احضر الميتنج نتفق لما هبقى جيلهم. لقيت هناك المفرش خط حضن وسلكت له، قال لي نزق مايو في الطلعه دي سقفت له. الناس عرفت سعري قالوا لي لا مش قادرين له. okay. فعملته على بعضي وتركين انا مش فاكرهم. وفي الاخر قالوا لكم وحشين ومش هنستعملهم. حكيت القصه دي عشان في تساؤلات. اشتغلت وما خدتوش لين من فيكم استفاد؟ مش معنى سمعنا صوت ليك في قصه الحفلات انت بيتحط عليك في فلوسك مفرش من زمان. او خليني احكي لكم قصه شايكه. عملت تراك مع عباس والطبقه كان اسمه دايسه. مايو راح قايل لي فيرس اكيد درس هنحته، وعملنا جاب بسرعه ونحتني. فخشوا اسمعوا وركزوا في مصطلحاته في تراكات من بعديها. فودكا وجانجو وبي امات مش لايقه عليك يا نيها. بابلو هيرجع للستات فالسيرش مش هيجيبك، وهتيجي توقع للمكسيك ومحدش فينا يفيدك. ده نقص ولا سوء احوال الطقس؟ الرقص على مزجتي مال وبص مش ماتش جاي اسوق ما جيبش مارش. حرامي والمفروض ما يتقدرش، انت متني وملزق وحالتك لا تسمح اني اكمل تهذيب. بدعي ربي يهديك، اصل مفرز زميلك واصلا في جيلك عامل عليه كبير، عامل عليه مدير. بتراب بفلوس حرام؟ ده تراك متروس برات، مش هدوس وراك، مش هتعوز عراك، مش هتعوز تباتل عشان مفقوس وراكن، عشان مهزوز وفاكر اني في فرصه تفوز يا فاشل. بحس صوته لسه داخل، عامل راجل في تراكاته قوي ولسه شاخر. مايو صوته بجد بيحسس انه مش بالغ، لا مش ببالغ. مايو في الاعلانات بياخد فكه مش مبالغ، عشان كده مرات رد في كل حته، عشان كده لو رد مش هيسلم. تكره كل اللي بينافسك ياض ما تسلك، المفروض بعد البومك ياخد نسبه. وانت هارش ليه؟ تهريف الهالك ليه؟ انت مش سالك ليه؟ ومش هتباتل ليه؟ بطلت تذاكر ليه؟ نضربكم بكاتلين. انت اجار وانا مالك، امال فاكر ايه؟ فاكر هكبر واقدر؟ انت متنيل متخدر، انت بتريل متستر، انت بتسيف بهدر. انا اللي كايس في الشنطه، انا اللي قايف وعطر. انت اللي جاي وتر، انت مش جاي بتجرب. 30 ابريل 45 ده التاريخ الوحيد اللي ممكن تبقى هتلر فيه. اما في 21 احنا نفطر بيك وانت بتخسر بيف، بتضحكنا مستر بيم. انا ضحكت الناس عليهم بس اهو من غير هزار. ده حفر قبره بايده لما دس ابو الانوار، وانا عوام في اي ميه زي صلاح ذو الفقار. ولو بتلتك هبقى احكي لهم عن مكالمه صلح الكار. طيب.